يشهد ملعب الدفاع الجوي في تمام 7:30 من مساء اليوم لقاء وليد دجلة وضيفه الرجاء في ختام مباريات الجولة 7 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم. لقاء اليوم يمثل أهمية بالغة لكلا طرفيه، حيث يسعى الفريق الدجلاوي لمتابعة نتائجه الرائعة والتقدم للنصف الأول للجدول مع مديره الفني الطموح حمادة صدقي، فيما يطمح الفريق الرجاوي في تجاوز نتائجه السلبية واستعادة الثقة مع مديره الفني المجتهد محمد عبد السميع. وادي دجلة صاحب المركز 12 ب8 نقاط يدخل مواجهة اليوم منتشيا بحصده 7 نقاط في اللقاءات الثلاثة الأخيرة من فوزين على اتحاد الشرطة بهدف والاتحاد السكندري بهدفين في الجولتين 4 و6، وبينهما كان التعادل الثمين مع الزمالك بدون أهداف. في الجولة 5 في أول لقاء تحت قيادة مديره الفني الجديد حمادة صدقي، أما الرجاء الذي تصدر المسابقة في الجولات 4 الأولى بعد أن حصد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية أحدهما تاريخي على الأهلي، فقد تراجعت نتائجه في آخر جولتين عندما تعرض لخسارتين متتاليتين أمام إمبي بهدف 4 بالقاهرة واتحاد الشرطة بهدف 2 في الجولة الماضية بالإسكندرية، وتراجع للمركز 10 في جدول الترتيب. ورغم أفضلية أصحاب الأرض في حسم اللقاء ومواصلة نغمة التألق، تظل فرصة الضيوف قائمة في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صدقي ورجاله بعد أن تمكنوا من التفوق على المدرب القدير بهدفين دون رد في لقاء الجولة 21 بالمجموعة الأولى في الموسم الماضي أثناء قيادته لفريق سموحة.